meter, the second fastest man in history of the mile, and the second fastest man. Very close indeed. Yes, he's done it. A tremendous finish. 3 seconds, at least third, and that of the new world. كيفاش كنقيموا الفشل؟ تقييم الفشل على شخص او على مجموعه او على مؤسسه. كلمه التقاليد من الامارات عاد خرجت هذه 3 سبتمبر، هذه اللي قلقتني اكثر، لان على ما يبدو حتى انت عارفه بان سنتين وانا في المغرب. سيد باش يحيد عليه الضغوطات ديال بلادو، قال لهم سعيد عويطة مدير فني، كيف يجوز مدير فني سنتين هو جالس في المغرب؟ المدير الفني شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديال المدير الفني هي يكون جالس في الإدارة ديال هاد الجامعة، وجالس كي يدبر ويسير المسائل الفنية ديال المؤسسة. بالعكس هادشي كلشي ما كانش. أنا سنتين وأنا في المغرب، سنتين ما عنديش حتى الإقامة، وهذه اللي باش قتلت هذه الجامعة. من وريت الصحافة بأن أنا إقامتي انتهت تقريبا في 2016، وفي 2016 في أكتوبر 2016 أنا دخلت المغرب. دخلت المغرب، هو حب يصفط بعد العدائين باش يدربوا معايا في المجموعة ديالي، وعندي كان واحد أطلت اللي كان كيتدرب عندي. ماشي ألعاب القوة، ألعاب القوة ما فيهاش غير المسافات، فيها السرعة وفيها الحواجز وفيها الرمي وفيها الوتب، فيها بزاف ديال الأشياء. هو ما لقى ما يدير، لأن أعضاء ديال المجلس ديالو طلبوا منه يستقل. كان كنتكلموا على الجامعات الإمارات، بمعنى آخر هما قالوا بأن قالوني كيف نقيل إنسان كمدير فني وأنا سنتين الأخيرتين ما كنعملش معهم. فهذه هي الخطأ الكبير اللي عمل رئيس ديال الجامعة الإماراتية، ورجعت عليه بالضرر، رجعت عليه بالضرر، لا من المكتب اللي معاه، الأعضاء اللي معاه. هما الآن طالبين منه الإقالة، من بعد نوريك الإقالة اللي طالبين منه، من بعد نوريك بعض الرسائل اللي خرجت من الأعضاء غادي يشتكيوا به لمحاكم دبي، علاش يكذب على الرأي العام بأنه مدير فني هو السبب. كيف تكون مدير فني؟ ما معنى كلمة مدير فني ولا شرحتها؟ مدير فني هو إنسان يعمل في إدارة أو في عنده مكتب. عندما كتقولي بان تدريب المنتخب، راه الناس كثير اللي كيصحابوا بان راه كاين فريق كبير وكتدرب منتخب ديال المجموعه. لا 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 لا، انا كما قلت لك، لان العاب القوى هي ليس لعبه وحده، فيها بزاف ديال الاشياء. في الالعاب الاسيويه راه شاركوا تقريبا لا ادري 15 شخص، فيهم الواتب، فيهم الرمي، فيهم عده اشياء. هاد الناس راه كان عندهم من يدير شؤونهم الفنية في, في, في الإمارات. أنا كان عندي عداء واحد، شاركت بعداء واحد، وهذا العداء الواحد اللي شارك سنتين هو معي هنا في المغرب، مع مجموعة من العدائين مغاربة وتوانسة وأجانب. وهذا العداء ما فشلتش معاه، لأنه حطم رقم وطني ديال 1000 متر، حطم رقم 1500 متر مرتين، جرى لأول مرة، والمغاربة كيعرفوا فنيا بأنه جرى 2 مرات أقل من دقيقة 50، ولو هذا الرقم هنا عندنا الناشئين كيعملوه، ولكن بالنسبة للإمارات أنجز إنجازات هذا الشخص. وهذا الشخص راه حتى هو تكلم في الصحافة، قال لهم بأن تيقول بأن سعيد عويطة فشل معي، مي بالعكس هو حطم أرقام ديال الإمارات. أنا كان عندي شخص واحد، بمعنى ماشي منتخب، بمعنى أنا ما كنتش مسؤول على على الجامعة الإماراتية. الجامعة الإماراتية كان مسؤول عليها هو الرئيس، أما أنا عندي أعداء واحد كيتدرب عندي هنا في المغرب.
هنا غنقول لك واحد الشيء. انا من قبل ندرب هذا الاداء هنا في المغرب، لان خرجت من الامارات كما قلت لك، انا في الامارات كنت كنعمل في اللجنه الاولمبيه الوطن للامارات، ما كنتش كنعمل مع الجامعه. الجامعه طلبتني انا بعد ما نهيت عملي مع اللجنه، طلبوا مني باش هل ممكن نساعد بعض العدائين. فانا عملت كل ما هو واجب كفني، اختاريت عداء واحد اللي ممكن اقول عنده موهبة، ولو سنه كان تقريبا عنده 25 سنة 26 سنة، انا ذاك في هذه سنتين، انا عنده 27 سنة. هذا راجبته لديس بالارقام، وسمعوا المغاربة يضحكوا. فهذا جبته هو داير 1500 متر كيجري 4 دقائق 5، وبها وهذا الرقم جرى في الألعاب الأولمبية، مشارك ببطاقة شرفية، جرى 4.2. بمعنى آخر عندنا البنات ديالنا هنا كيربحوه. رغم هذا الرقم 4.2 جريته 3.48. شوف شحال الفرق، 14 ثانية في 15 شهر. هذا جبتو كيعمل 2 دقائق 5 في 800 متر. ما غادي نقولكش الناشئين، الناشئات ديال المغربيات الصغارات، البنات ديالنا صغار 14 سنة راه كيديروا 2.5، كيديروا 2.5. هذا جريتو دقيقة 48 95 في 15 شهر. بمعنى آخر باش نقول لك هذا غادي يوصل للعالمية، خصو العمل. العداء اللي كان عندي أنا طور مزيان، وكان كيدرب مع عندي مع المغاربة، وكيدرب مع الأجانب، ممتاز جدا. فلهذا وقع هذا الصداع. أنا خرجت في أبو ظبي، ضربت ضربة ردة قوية جدا على الرئيس. علاش كتستعمل اسمي؟ لماذا كتستعمل اسمي وانا لا اعمل معك؟ انا ما كنعملش معاه، انا في المغرب سنتين. هل يجوز واحد ساكن في المغرب كندرب الناس هنا في المغرب، عندي برنامجي هنا في المغرب، عنده عداء واحد كان عندي في المجموعه، هو ما لقاش كيف يبرر فشله في الالعاب الاسيويه؟ قال سعيد عويطه، انا تكلمت معه قال لي لا، الناس لا قراو الان صحيفه في الصباح مع تسعود ليلا غادي نساو. قلت له لا ما كتنساش هادي. انا خرجت ضربت ضربه قويه 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 جدا باشياء اللي هو كان كيحلم بها، كعده اشياء حب وصل معنا بكلام، لا انا ولا مع داك العداء اللي عندي ولا مع الموديليك اللي كان عندي، حب قال لك خصكم هذا الاول توصلوه الالعاب الاسيويه باي طريقه ولو الطريقه الغير مشروعه. هي اللي شرحتها في ابو ظبي، قلت لهم هكا، وصفت شكوى الى الاتحاد الدولي بان هذا السيد قال لك هذا العداء خاصه يوصل الالعاب الاولمبيه باي الالعاب الاسيويه باي طريقه ولو الطريقه الغير مشروعه، بمعنى هي المنشطات. هل يجوز تجيبي مغاربه كيعملوا دقيقه 45 وهما غادي يعملوا دور الانيب لعداء كيجريو في دقيقه 55 دقيقه 54؟ لا يجوز، مستحيل. شكون اللي كيلعب دور الارنب؟ هو شي انسان اللي تيكون اضعف من العداء الاخر. حنا المغاربه هنا والاماراتيين هنا، فهمتي شويه نقول؟ هذه من ناحيه فنيه، بمعنى لا يجوز المغاربه يلعبوا دور الارنب للاماراتيين او للاماراتي اللي كان عندي، لان المستوى المغاربه كان اقوى بكثير من العداء الاماراتي. بمعنى اخر خصنا نقول بان الاماراتي هو الذي يلعب دور الارنب للمغاربه. هذه من ناحيه فنيه، هذه رقم واحد. رقم اثنين، التخلي. هي ليس قضيه تخلي، قضيه انا ما كنتش مقتنع بنتائجك، قلت لك مع السلامه.
لان ولا احد كيجبرني باش نخليك عندي، لان انا كنت فعليك كل شيء، كنت فعليك معسكرات، اوراق طياره، سفر، اكل، لباس، كل شيء. عطيتك فرصه ما عطيتينيش النتائج اللي بغيت، صافي خصك تخلي الطريق او تخلي المكان لانسان اخر، لعداء اخر. حنا كنعملوا فيه، حنا كنعملوا فيه، كنعملوا فيه ان شاء الله قريبا سينطلق. هو تطوير جيل جديد قوي جدا بمفهوم مختلف. بطبيعة الحال هذا الجيل أو هذا تقريبا خلينا نقول أن الأشبال أو الناشئين أو الشبان، هاد الأصناف هي اللي غادي ندربو، غادي نعملوا كل مجهودنا، ولكن الباقي كيبقى دائما على الجامعة المغربية، لأن هي المسؤولة الأولى على تطوير عدائين باش يوصلوا للعالمية. صحيح، نعم كانت عدة لقاءات، فعلاقتي ممتازة جدا مع الجامعة، مع الرئيس، مع الأمين العام، مع الكل. ممكن شافوني كثير الناس. العداء الوحيد اللي كان حاضر في الملتقى ديال محمد السادس في الرباط، فعلاقتي رائعة جدا، ما فيش ولا 0.001 من المشاكل معهم. هما كيعملوا عملهم، انا كنعمل عملي، والتوفيق للجميع. لا افكر في لا مدير فني ولا اقترابي من الجامعه، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن اعمل للمغرب واساعد الجامعه. فاذا الجامعه احتاجتني انا موجود، لان الجامعه تمثل المغرب كما مثلت انا المغرب، بمعنى هي ليس الجامعه بل هي المغرب وصوره المغرب. فاذا المغرب ناداني انا حاضر، ما عنديش مشكل، ولكن لا افكر في الوقت الحاضر باداره فنيه او غيرها، ولا داعي، لا داعي للعوده الى الماضي، لانه يبقى دائما ماضي. الانسان الان عليه ان يركز في الحاضر والمستقبل. ف كما قلت واكرر، علاقتي ممتازه جدا مع الجامعه المغربيه وبالخصوص السي أحيزون، علاقه رائعه جدا، له او اعدائه علاقه ممتازه جدا. اما الماضي فيه القيل والقال، لا اريد العوده اليه. هما تيقولوا مبالغه، ولكن انا تنقول لا، لان انا ابحث دائما عن متنافسين يتقاتلون بدنيا واستراتيجيا في السباقات. لقيت قلت لك واحد من هذوك اثنين، ولكن كان ضعيف شخصيا لانه تبع كلام انسان اخر. من الان من الصعب على الانسان باش يلقى في عداء في هذه المواصفات. فلهذا العمل كيخصو يكون كبير بزاف باش تلقى عداء عنده شخصيه قويه جدا، اللي تحمل تعب التدريب، اللي تحمل تعب صداع المدرب، وتحمل صداع الصحفيين، ويتحمل عده اشياء. فما خش الواحد اي شيء يكسره، اي شيء يدمره. لان عشت هذا الشيء، عاشوا ابطال اخرين قبل مني وبعد مني، وكيعيشوه الان عده رياضيين. اللي تبقى صامد لهاد الكريتكس، هاد المشاكل اللي كتدمر العداء من ناحيه ذهنيه، راه هو اللي كيولي بطل. لك كان انسان ضعيف وبسرعه غيدمر، لا اريدها، انا ما كتعجبنيش. او شي واحد حتى اسمع ولكن ما تحبش، كمل مشوار ديال تالقك. لا قال لك انسان عندك موهبه، خصك تعرف وتضرب لألف حساب وحساب. او هاد قال لي عندي موهبه، علاش قال لي موهبه؟ شحال واحد قال لي عندي موهبه؟ شنو هما تداريبي؟ شحال واحد قال لي بان تداريبي ممتازين؟
مي كتعملي حساباتك بهذه الطريقه كتلقى الانسان كيلقى راسو بانه انسان كامل. علينا ان نعيد النظر في نظامنا الرياضي، لان الرياضه كانت هي المدرسه، لان ما كاينش مكان اخر اللي ممكن تكتشف فيه الرياضيين او المواهب الرياضيه او غيرها الا في المدرسه. لا ساعد عويطه، لا نوال المتوكل، لا فوزي الذهبي قبل منا في وقتنا، ولا خالد السكاح، ولا ابراهيم بوطيب، ولا هشام قروش، نزهه بدون، كلنا جينا من المدارس، نظام مدرسي. فلا اقول بان الانديه او الجامعه او وزاره الشباب والرياضه ما عملت عملها، لا عملت عملها، ولكن بعد ما اكتشفنا في المدارس. الان اصبح العكس، انا بغيت نعرف الان رياضي واحد خرجنا الان من المدرسه، ما بقاش هذا النظام المدرسي، لان انا ذاك ولو كنا كنعملوا غير هذيك ساعتين في الاسبوع ديال التدريب، ولكن كان عندنا لايسنس، لا اللي باقا صغيره جدا باش تعرفي تعقلي على ديك لايسنس، كنا كنعملوا يوم الجمعه، كنا لابد نجيو اليوم الجمعه باش باش نديروا تدريب اضافيه. من عندما كيشوفك هذاك الاستاذ الرياضه عندك موهبه رياضيه، سواء كتعملها في كره اليد او كره الطائره او في كره قدم او في العاب القوى أو أو, او 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 والله كنشكركم كثير على هذا الحديث، بارك الله فيك، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكنطلب منكم باش تشجعوا الرياضيين، لان فيه مواهب كثيره في المغرب فتحتاج فقط الى تشجيع معنوي قبل ما هو نخلي الماده لمؤسسات اخرى، لان الصحافه ممكن تصنع بطل بطريقتها الخاصه. فلهذا اشكر ايام 24.